مرحبا. إذا كنت رائد أعمال أو صاحب شركة أو متخصص تسويق أو بكل بساطة هاوي تسويق، هيدي الفقرة لإلك. أنا اسمي رولان عون، مؤسس شركة بلو جريبس ماركتينج. ساعدت أكثر من 230 شركة ممتدين على 5 قارات من 15 سنة لهلأ تيزيدوا مبيعاتهم، يسوقوا منتجاتهم وخدماتهم، وبكل بساطة يوصلوا لأسواق جديدة. بهالفقرة رح ساعدكم كل مرة ناخد موضوع التسويق نحكي فيه لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة، ونجرب نطلع بنتيجة منه. كيف فيكن تستعملوا هالأفكار؟ هيدي لإلكن، رح جرب ساعدكن قد ما فيي. مرحبا، اليوم بدنا نحكي عن الـ SEO Search Engine Optimization. هيدي كلمة سحرية، وفي كتير وقت تقلن ياها بفكروا عم نعمل سحر. هي مش سحر، هي فعليا فن بالنسبة للكونتنت اللي بنكتبه، وبذات الوقت أصول ماتيماتيكية وأصول علمية بنعملها كرمال تنخلي الويب سايت تبعنا أو صفحاتنا على الإنترنت تصير على أول صفحة من جوجل. هتا نبلش شوي نخبر شو هي القصة وليها هالقد مهمة. First of all، جوجل بال94 أسسوا وصارت العالم تعتمد عليه تتنبش على الإنترنت. فعليا من دونه أو من دون محرك بحث مثل جوجل، فعليا نحن ما فينا نلاقي شيء على الإنترنت إلا إذا منعرف الويب سايت اللي عم ننبش عليه، يعني منعرف الدومين تبعه www.bluegrapesmarketing.com. سو أنا بعرفهم. إذا ما بعرفهم بس بعرف على أي غرض عم نبش أو على أي منتج عم نبش، هون محرك البحث أساسي تيساعدني لقيه. إذا بدنا نشبه محرك البحث، هو مثل العامل بمكتبة عامة. إذا بروح على مكتبة عامة بلاقي 100,000 150,000 200,000 كتاب، كيف بدي نبش على كتاب بموضوع محدد لإلي؟ بدي أسأل بكل بساطة شخص بيشتغل بالمكتبة مش مسؤول عن توزيع الكتب. بدي أسأله، بدي أقول له أنا عندي هذا الموضوع عم نبش عليه، بهمني كتاب عن هذا الموضوع بهاللغة أو بهالموضوع. So بنبش، بيلاقي الكتب اللي لها علاقة بالتوبيك اللي عم نبش عليه وبيعرضهم علي وبيقول لي وين روح تجيبهم. جوجل بيشتغل بذات الطريقة، أو محرك البحث بيشتغل بنفس الطريقة. الفرق أنه مش بس بيعطيني النتائج، بينصحني أيها أهم من وحدة. من هون منشوف أنه في رانكينج على جوجل أو محركات البحث، معناتها أول ريزالت هو اللي أهم شيء أو أكتر شيء فينا نوثق فيه، أو أكتر شيء له علاقة بالكلمة المفتاحية اللي حطيتها تنبش عليها. تاني وحدة أقل أهمية، تالتي أقل أهمية، وبصيروا يكروا وراء بعض مئات ومئات من الألاف من الريزالتس ومن النتائج. فإذا صارت الحقيقة على محرك البحث، إذا أنا بوثق فيه بوثق بنتائجه، وبوثق بأول صفحة وبالتحديد بأول 5 أجوبة على محرك البحث. هون صاروا التسويق شو؟ له علاقة بأنه كيف فيني وصل صفحاتي على أول 5 أجوبة من جوجل أو من محرك البحث. وهيدي هي الـ SEO Search Engine Optimization. كيف فيني نظم صفحاتي على الإنترنت، وهلأ بطلت مربوطة بس بالويب سايت، صارت مربوطة بالسوشيال ميديا تبعنا. كيف فيني نظم هيدا المحتوى، حط كلمات مفتاحية محددة تخلي جوجل أو حيالله محرك بحث يلاقيني ويصير يعرضني على نتائجه بأول صفحة. ومن هون العالم صارت أو الباحثين صاروا عم بيلاقوني، عم بيكبسوا على اللينك، عم بيفوتوا على صفحاتي. أكيد مهمتي ما بتخلص هون، لأنه لحظة اللي كبسوا عملوا الكليك وفاتوا على صفحاتي، السؤال هو شو رح يستقبلون؟ كيف رح استقبلون؟ وكيف رح جرب حولهم من زوار عاديين للويب سايت تبعي أو لصفحتي، تحولهم على عملاء بيدفعوا وبيرجعوا بيدفعوا مرة واثنين وثلاثة وأربعة. هيدا هو الـ SEO Search Engine Optimization. بنعمله على الويب سايت وبنعمله برات الويب سايت. في شغل بينعمل على صفحاتنا لتحضيرها لحتى يتبين على جوجل، وفي شغل تاني بينعمل برات صفحاتنا، هيدا اللي بنسميه Off Page SEO، تنقدر نخلق لينكات جاية من برات الويب سايت على الويب سايت بتدل عليه. كل ما يكون عندي لينكات عم بتدل على الويب سايت كل ما أحسن، يعني معناتها هيدا الويب سايت فينا نوثق فيه، وهيدي لغة خفية بين الويب سايت تبعي ومحرك البحث كرمال تيخلي العالم تلاقيني. السؤال التاني هو امتين بيوقف مفعوله؟ فعليا بياخد وقت الـ SEO تيعطي نتيجته، جمعتين، ثلاثة، أربعة، شهر، اثنين، ثلاثة، أربعة أمرار، بس لحق وبلش يعمل رانكينج بضاين عدة أسابيع.
اكيد شرط انه نحن عم نعمل مينتننس لهذا الاس سي او، مش مثل الاعلانات المدفوعه على جوجل. الاعلانات المدفوعه على جوجل بنحط مصاري بنحصل دغري على النتيجه، لحظه ما نوقف دفع توقف النتيجه، which is fine، خصوصا اذا عندي انا سوق جديد عم بفتحه، عندي بزنس جديد عم طلعه ما لحقت بعد تبين على جوجل كمحركات بحث. سو الاس سي او هو بده طولة بال، بده نفس طويل بالتسويق، وبده خطه واضحه كرمال تنقدر نعرف شو ممكن سوقي او جمهوري يستعمل اي كلمات تيلقيني، وحط هالكلمات واقدر فعلا اوحي بالثقه لهيدا الجمهور. انا رولان عون، بشوفكم مرة الجاي.